برمضان الله أكبر، صلاة ركعة قديش مضاعفة، والذكر قديش مضاعف، وتلاوة القرآن قديش مضاعف. طيب من هلا ما في إلنا شيء يعني، مرة يعني خلاص ما في شيء شغلة. فأنت ماشي بالطريق إيدك سبحة، بإمكانك تذكر الله سبحانه وتعالى، بإمكانك توحد الله، بإمكانك تصلي على النبي، وأنتم عايشين بالأسواق. في السوق موطن الغفلة، هو بالأصل كان اسمه سوق، سوق الحميدية، سوق الجمعة. إيه نعم، كان يقولوا سوق لما الناس كانت تبيع وتشتري واقفة على سوقها، على سيقانها. أما اليوم سوق لأنه الغش يلي فيه والكذب يلي فيه والنسوان اللي ماشي بالشوارع واللي بيصطاد مرة واللي إيه نعم تلاقي حرمة نازلة تصطاد زلمة، هذا كلياته صار سيئات. فاللي بيكون في موطن الغفلة في السوق ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو